لا شيء مهم على الإطلاق وبضعة أشياء لها أهمية قليلة فقط، هذا ما كتبه بلفور الذي كان يطمح أن يصبح شاعراً أو فيلسوفاً في أحسن الأحوال. عاش 82 عاماً، ورغم كل ما قام به كسياسي ووضعه من مؤلفات ككاتب، بقي من ذكره 67 كلمة فقط أسست لمأساة شعب كامل. هنا في هذا المنزل في إقطاعية ويتنغهام في إيست لوثيان قرب إدنبرا بسكوتلندا، ولد آرثر جيمس بلفور عام 1848. كبر في كنف عائلة أرستقراطية تعنى بالسياسة، تلقى تعليما دينيا وتأثر بالعهد القديم، وهذا ما أثر على نظرته لاحقا للصهيونية. دخل عالم السياسة سكرتيرا لعمه روبرت سيسيل، وتنقل معه بين مناصب سياسية مؤثرة على مدار عقدين تقريبا، وانتهى به المطاف رئيسا للوزراء خلفا له عام 1902. هنا تكونت سمعة بلفور كما نعرفها اليوم في وزارة الخارجية. كان الرجل يعارض بشدة الهجرة اليهودية لأوروبا، حتى أنه دعم مشروع قانون الغرباء الذي ينص على منع يهود اليديشية من دخول إنجلترا. كان ينظر إلى اليهود على أنهم قوة فاعلة يجب أن تتبع إنجلترا، ويجب كذلك شراء نفوذها لكن خارج حدود البلاد. في تلك المرحلة كانت بريطانيا تتحضر للخروج من الحرب العالمية الأولى. ساعد في انتصارها اختراع الكيميائي حايم وايزمان زعيم الحركة الصهيونية، الذي قدم لمكتب الحرب البريطاني تقنية صناعة الأسيتون المؤثر في الصناعات الدفاعية والمطاطية كذلك. كان بلفور أحد كبار المعجبين بشخص وايزمان الذي تغنت الحركة الصهيونية به بعد عقود مرددة: هذا الرجل انتزع فلسطين بزجاجة أسيتون. صديق بلفور الثاني كان اللورد البريطاني ليونيل والتر دي روتشيلد، زعيم إمبراطورية روتشيلد المالية. غرابة الرجل الذي كان يرى في لندن وقد امتطى عربة يجرها حمار وحشي لم تقلل من دعمه منقطع النظير للحركة الصهيونية. إليه هنا في 148 شارع بيكاديلي مقر إقامته أرسل بلفور خطابه الشهير. لم يكتبه بلفور بنفسه رغم أن توقيعه مدرج عليه، بل زعماء الصهيونية آنذاك وايزمان وروتشيلد وسكولكو وسايمون ماركس، والأخير مالك سلسلة متاجر ماركس أند سبنسر العريقة التي لا تزال ماثلة حتى الآن في الأرجاء، أحد منافذ بيعها للمفارقة على بعد عدة أمتار من منزل روتشيلد هنا. تبنت حكومة لويد جورج مضمون الخطاب بعد أن خففت لهجته عدة مرات وأصبح مفتوحاً على التأويلات كلها، طالما أنها تقود كما ينص إلى منح اليهود وطن قومي في فلسطين. عرف هذا البيان بوعد بلفور بعد إقراره في 2 نوفمبر عام 1917، وعلى الإثر نشطت حركة الهجرة اليهودية نحو فلسطين بحماية بريطانية ثم دولية. في عام 1925 زار بلفور فلسطين ليشارك بافتتاح الجامعة العبرية فيها. عما حينها الغضب العواصم العربية، خرجت مظاهرات عارمة ضده في القاهرة. سادت الإضرابات والاحتجاجات مدن فلسطين. حصر الرجل كذلك في فندق فيكتوريا بدمشق، وخرج متخفيا نحو سفينة أقلته سرا من بيروت عائدا إلى لندن. توفي آرثر بلفور بعد زيارته فلسطين بنحو 5 سنوات، وعاد ليدفن هنا في الكنيسة الملحقة بإقطاعية عائلته بسكوتلندا. كتب على شاهد قبره الذي غطته الأعشاب على مر السنين اسمه وتاريخ ميلاده ووفاته، لكن التاريخ كتب عنه عبارة واحدة لا زال صداها يتردد هنا في الآفاق حتى اليوم: هذا قبر رجل أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق. زاهر عمرين من مقاطعة ويتنغهام سكوتلندا.